ترحب أنتم لنا نعم الرجاء والمطلب أهلا وسهلا في القلوب ترحب أنتم لنا نعم الرجاء والمطلب أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمدا لرب الصلاة بمحمد وأنقذنا من ظلمات الوهم والدياجين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حواتنيك أصبحوا لي ولائهم عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيئ الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى الوالد النشوان أما بعد معاشر الحاضرين الكرام نخص منهم بالذكر مجلس التحكيم ورئيس الجلسة الذي أتاحني فرصة القيام بين أيديكم لألقي كلمة أو كلمتين تحت العنوان العلم المعهود في القرآن الكريم معاشر الحاضرين الكرام إن فضل العلم لا يخفى على أي أحد إذ العلم هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وغيره من الحيوانات كالشفقة والقوة والشجاعة وبالعلم أظهر الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له فهو وسيلة عظمى للوصول إلى السعادة الأبدية العلم على الإطلاق خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزهو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه العلم يكسب العالم الله في حياته وجميل الحدوث بعد موته ومحبة العلم دين ينال بها ومنفعة المال تزول بزواله مات خزان العلم والعلماء أحياء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ولله بر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث يقول الناس من جهة الأمثال أقفاء أبوهم أدم والأم حواء وإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به بالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاه وقدر كل منهم ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بالعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء ومن ثم فاتصر الإمام حسن البصري أحسن التابعين رحمه الله تعالى قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أن المراد بالحسنة في الدنيا هو العلم والعبادة ولكن أيها الأحباب ما أكثر الأشجار وليس كلها بمثمر وما أكثر الثمار وليس كلها بطيب وما أكثر العلماء وليس كلها بمرشد وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع والعلم علمان المخشك ونور وهدى وهذا
وثانيا علم لسان. فهذا النوع من العلم كلما ازداد الإنسان منه ازداد الدعوى وظن أنه لا يجد في العلم مثلا. فالعلم إن وقع في القلب أصبح نورا، وإن وقع في النفس يصير نارا. أيها الأحباب، ومن الحقيقة التي لا تقبل الريب أن العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب لرب العالمين. فبه يعرف العبد نفسه في عجزه وفقره وذله ونقصه، ويعرف ربه وكبرياءه وغنى عنه وفضل عليه وجميع أموره. فالعلم الذي لم يثمر هذه الثمرة ولم تنبت به هذه المعرفة في هذه الشجرة فليس من علوم الدين بحال، وإنما هو قيل وقال، وهو إن لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفات للمنافقين، بل هو حجة عليك حتى تعمل به، فإذا عملت به فهو لك. ربما أنت في هذا المقدار، وأن الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Turut membantu Juli dan terima kasih atas semua tadi bang sertanya. Selanjutnya kami serahkan.